السلام عليكم. السلام عليكم. مع بعضنا تورتيا بلاك فورس عاملينها بالالف ريال، يا عم السبونسر بتاعها والكريمه والحضاره مع بعض ان شاء الله باذن الله تعجبكم. ان شاء الله عندنا هنا ان شاء الله 9 بيضات، عندنا 220 جرام سكر، عندنا فانيليا، عندنا 220 جرام دقيق. لو انا هعملها بيضه هيبقى 220 جرام دقيق احط عليهم 40 جرام، لو عاملها بيضه هيبقى 260 جرام دقيق، لو عاملها شوكولاته هزود ايه؟ هزود 40 جرام كاكاو. عندي 40 جرام كاكاو، عندي 5 جرام بيكنج باودر، عندي 50 جرام اللي هو المحسن، عندي الكريمه للفينش مع التوبنج بتاعي اللي هو الشيري. نبدا كده بسم كله مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت البيض دي يا جماعه اللي هي اللي مش الدمش السسرول ده العادي بتاع اللي هو ايه؟ الاسبونس اللي هو احنا بنقول عليه المول المولد. السكر، فانيليا، الدقيق، الكاكاو هنخله ونجهزه، بيكنج باودر، كله مع بعض، المحسن، كل ده مع بعضه. لو المضرب اللي هو المضرب الكهربائي في البيت بياخد حوالي 10 دقايق، المضرب ده بياخد معايا 6 دقايق، من 6 ل 7 دقايق. كده يا جماعه كله مع بعض في المكنه اهوت، بياخد من 7 ل 8 دقايق في المكنه. كده يا جماعه اهوت، كده بقى 5 دقايق معايا، كمان لسه كمان 4 دقايق، هو شغال دلوقتي. كده يا جماعه جاهز معايا اهوت الاسبونش. ده الاسبونش حاطط كله على بعضه، ده انا بديلوش ميه. ده الاسبونس معايا اللي هو الطوق اللي هو الاطباق اللي مش اللي هو التورت اللي هي التورت بتاعتنا اللي هو الطول زي ده كده. 9 بيضات دول والرزب ده عامل معايا تورتايه مقاس 30 في 30، مقاس 30 اللي هي مدوره، مقاس 30 اهي. الاسبونس اهو قدامكم، كده يا جماعه هحط الاسبونش بدخله درجه حراره 170 او 180، النار تكون هاديه، ياخد 45 دقيقه معايا، يطلع معايا حاجه زي الفل ان شاء الله رب العالمين. كده يا جماعه دي انا مجهزها من الاول عشان ما ينفعش اشتغل الاسبونش في نفس الوقت، يعني تطلع ديت لازم تريح شويه تبرد خالص براحتها خالص، فانا عشان الوقت بس معايا دي هعملها ومجهزها من الاول، نفس الايه؟ نفس المقادير ونفس كل حاجه. هرجع مفتاحك كده اهو، اخد القشره اللي تحت بس الاول. كده يا جماعه ايه خدت منها القشره بس من فوق، وبعد كده عندي ده كوش. في ناس بتقول عليه كوش وناس بتقول عليه ديسك، يعني كده واحد اهو تمام، وراح اجيب بعد كده التاني كوش كمان اهو. كده يا جماعه التاني اهوت، كده بقى عندي الواحد اتنين تلاته، ده اللي هو كان تحت اللي هو ايه؟ اللي هو الارضيه بتاعتي من تحت برضه، ابص عليه بس كده اروح ايه واخد منه القشره الخفيفه بس ويبقى جاهز معايا. كده يا جماعه عندي جاهزه اهي، والتلاته والاتنين التانيين جاهزين اهما، هبدا دلوقتي احشيها. عندي سيرب حاطط ايه؟ حاطط كوبايه سكر مع كوبايه ميه، اروح جاي كده زي ايه زي ايه؟ السيرب بتاعي او الشروب بتاعي. كده يا جماعه بعد كده بدي ايه؟ بدي الكريمه بتاعتي. كده يا جماعه عندي في النص هدي شيري، اي توبنج عندي هدي شيري زي ده في النص، اروح فرده كده. كده يا جماعه خلاص، بعد كده الكوش اللي بعده اهوت سهله خالص ما فيهاش اي حاجه، يعني بعد كده ايه اسهل من كده ما فيش. كده عملت الكوش اللي تحت اهو، وادي الكوش الثاني برضه هديله سيرب وارجع اديله كريمه بس، يعني اللي تحت خد ايه؟ خد شيري، اللي فوق هياخد كريمه بس. كده يا جماعه ممكن اشتغل بالكيس، يعني ممكن دلوقتي اعملها بالكيس ده، ممكن اعملها بالاسباتول، دي بتاعتكم ودي بتاعتكم، يعني الموضوع ده بتاعكم انتوا عادي خالص، الاثنين زي بعض. بس انا ببص الاسهل، يعني لو واحد ما عندوش الزيتون ممكن يعمل ايه؟
اهو يا جماعه اهو، ممكن برده بالاسباتول كده اسوي ايه، اسوي الكريمه اللي حطيتها بالراحه اهو. ده كده الكشري اللي هو ايه، اللي هو لسه احنا لسه في النص. بعد كده اجي الكشري الايه التالت بتاعي اهو، برده نفس الطريقه، هدي برده سيرب وبعد كده اقفلها كويس. في حاجه زياده بقصها، ما فيش حاجه زياده بمسكها بالطاسه وخلاص كده يا جماعه اهوت. باجي بقى الكريمه تحت كده اهو، احط حته حته براحتي كده واروح ايه شغاله كده يا جماعه. باجي لفوق برده كده اهوت، اروح جايب اللي فوق كده يا جماعه اهوت. بعد ما رفعتها من تحت كده، خدتها من الجنابه اهوت كده تمام. بعد كده برجع اخد الايه، اخد اللي انا عملته ده، اخده كده اللي جوه، اخده لجوه كده يا جماعه. جاهزه معايا التورتايه، ماشي حالها مفيش اي حاجه. بعد كده اعمل لوكت الاسبونش، اعمل الشوكولاته والكروشه بتاعها كده يا جماعه. مش شويه بس ايه، شوكولاته مبشوره اللي هحطها من فوق، بفردها على الترابيزه زي كده. لو ما عنديش ايه، لو ما عنديش مبشوره بفردها، وبفردها كويس ارفعها. بعد ما بفردها وارفعها بروح ساحبها بالزيتون، تطلع معايا ايه شوكولاته مبشوره كده يا جماعه. افضل رايح جاي كده لغايه لما تشرب معايا كده ايه، شدت معايا الشوكولاته طول ما انا بدعك كده بتشد معايا. اروح جايب الزيتون اللي معايا اعمل كده كده، الشوكولاته المبشوره بتاعتي هيبقى جاهز. ايوه كده يا جماعه، برجع اعمل الديكوريشن بتاعي ده اللي هحطه ايه حوالين حوالين التورتايه كده يا جماعه. بعد كده جبتها عكس، جبت الشوكولاته عكس دي، هو ده السر اللي بتاع التورتايه، ده اللي تبقى حوالين التورتايه كده يا جماعه. عندي الشير بتاعي اللي هو التوبنج بتاعي، واقدر اعمل ايه كده، انا عملت السور بتاعي اهوت اللي هو الشوكولاته، وارجع احط ايه، احط الكريز بتاعي. عندي كريز، عندي مربى، عندي اي حاجه موجوده زي ما انا شغال كده اهوت كده يا جماعه. حطينا كريز، بعد كده نحط يعني الجمل. طبعا انا غيرت الشكل بتاعها، يا ده مش ايه يعتبر، ده الشكل بتاعها الحديث يعني، ده بلاك فورس الحديث اللي هو الشكل الحديث بتاعها كده يا جماعه. شوف كده بعد ما عملتها اهي، اللي انا عملتها قدامكم اهي، دخلتها الفريزر شويه، طبعا خفيفه زي ورق، زي ورق، زي ورق السيجاره يعني. واجي اروح ماسكها كده بالراحه اهو، واحط في النص كده التورتيه، واحط لها شوكولاته، اجيب برده شويه فستق كده واحطهم معايا كده يا جماعه. بعد ما طلعت من الفرن معايا اهو، شيكت عليها بالخله كده بقت اموره تمام. عشان ما تعملش معايا الكفر هنا، ما تعملش معايا تخانه كده، بحط عليها ورقه زي كده ماشي، وبقلبها، بحطها زي كده واقلب التورتايه، ما تخافوش من اي حاجه اهي، اقلبها كده واسيبها لما تبرد خالص، تبرد خالص بشتغلها كده. بالنسبه لايه؟ الاسبونج كده خلاص، الاسبونج معايا جاهز تمام. هنرجع بقى للتورتايه اللي احنا عملناها مع بعض كده يا جماعه. التورتايه خلاص جاهزه معايا كده، كله جاهز. هدي بس شويه فستق كده يا جماعه. لما عملنا معاكم التورتايه بلاك فورست بكل تكاتها وحركاتها، وحاجه يعني بالهنا وشوف على هياكل يعني، حاجه محترمه قوي. هقول كده يا جماعه مقادير تاني، حصيمه 9 بيضات، 220 جرام سكر، حطينا فانيليا، حطينا واحنا نعمل رزبون ابيض هتبقى ايه؟ هيبقى 260 جرام، 260 جرام دقيق بس، لكن احنا عاملين شوكولاته حطينا 200 ايه؟ 220 جرام دقيق، وحطينا 40 جرام كاكاو، حطينا 5 جرام بيكنج باودر، 50 جرام محسن، حطينا كله مع بعض في المكنه، ضرب معانا 8 دقائق، دخلناها درجه حراره 170، خد معايا 45 دقيقه. الفريش كريم بتاعتنا كانت موجوده، عندنا فريش كريم مضروبه نص لتر فريش كريم، واخد 70 جرام سكر، والسيرب اللي احنا قلنا عليه واحد على واحد. وعملنا معاك التورتيه الجميله ديت، حاجه يعني بعد كده مفيش.
كده احنا عملناها معاكم من الالف للياء، وانتم واقفين معانا. وتستنوا الاشتراك في القناه، ادعمونا احنا نكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.